من جهته اكد وزير الخارجيه التركي هاكان فيدان ان مصر دوله لها ثقل استراتيجي في افريقيا والعالم العربي والمنطقه والبحر المتوسط واوضح فيدان خلال مؤتمر صحفي عقب جلسه المباحثات مع وزير الخارجيه سامح شكري اكد اهميه التعاون الوثيق بين البلدين في البحر المتوسط لتحقيق الامن والاستقرار في منطقه حوض المتوسط ناقلا تحيات الرئيس التركي للرئيس عبد الفتاح السيسي مصر التي لنا معها ماض مشترك وروابط متجذرة لها ثقل استراتيجي في العالم العربي وثيقة والبحر المتوسط وهي دائما لاعما بمثابة المفتاح من أجل استقرار أمن المنطقة بدأت منطقة البحر المتوسط التي تعتبر مهد للحضارات وملتقى للقارات الثلاث من جديد بالتمركز على مركز السياسة العالمية التعاون الوثيق بين تركيا ومصر البلدان هامان لمنطقة البحر المتوسط هام للغاية من أجل استقرار والسلام والرفاهية في حوض المتوسط الواسع.